سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تفعيل الإخطارات الذكية على تطبيقكم تروكولير. قم بالضغط هنا على تطبيق تروكولير، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المرسلات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على إخطارات ذكية. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل إخطارات ذكية. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.